قال المصنف رحمه الله: فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، استحب له أن يغتسل ويتطيب. الاغتسال سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام، وكذلك التطيب، وليس بواجب. ولهذا قال المصنف: استحب له أن يغتسل ويتطيب وليس بواجب. ودائما ينبغي أن يعرف أن المشروع ينقسم إلى قسمين: واجب ومستحب. المشروع هو خلاف البدعة، لأن أعمال الناس إما أن تكون مشروعة، والمشروع ينقسم إلى قسمين: ما شرع على سبيل الوجوب وما شرع على سبيل الاستحباب. وأما ما عدا ذلك مما يتقرب به الناس إلى الله فهو داخل في البدع إن لم يكن مشروعا من النبي صلى الله عليه وسلم. فمما يشرع للحاج ويستحب له الاغتسال والتطيب. وقول المصنف: فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، المقصود أنه لا يتجاوز الميقات إلا وقد اغتسل وتطيب لمن أراد الإحرام. ولا يقصد المصنف أنه ليس له أن يغتسل قبل ذلك، مثل ما يسأل عنه الآن بعض الحجاج من الاغتسال من الفندق في المدينة أو من السكن، فإنه لا يلزم أن يكون الاغتسال في الميقات، لكنه إذا كان المكان قريب يغتسل في بيته أو في الفندق ثم يذهب إلى الميقات وقد اغتسل وتهيأ للإحرام. فالاغتسال المستحب هو أن يكون عند الإحرام، ولا بأس أن يغتسل بعد الإحرام، مثل في الطريق إذا عرض له عارض وأراد أن يغتسل لا بأس أن يغتسل بعد الإحرام، لأن الاغتسال لا يمنع منه لا قبل الإحرام ولا بعده، لكن من أراد السنة يغتسل قبل الإحرام. وأما الطيب فإنه يستحب له قبل الإحرام ويمنع منه بعده. فإذا فاته أن يتطيب عند الإحرام فليس له أن يتطيب بعد الإحرام، بل إنه يحظر عليه الطيب بعد الإحرام.